هوروسكوب مع داليا. بونجوركم، مين كيف وين وليش هي الأسئلة اللي بتراود تفكيرنا كل صباح، والجواب على هالأسئلة بتحصلوا عليها لما منتلاقى سوا لخبركن عن توقعات الفلك. والبداية مع برج الحمل. بتبدأ صفحة جديدة وبتتابع مسيرتك وبتكمل نجاحاتك بشكل بارز، ما في شي بيقدر انه يعترض طريقك او يمنعك من تحقيق اهدافك. عاطفيا، بتقوم بادخال تغيير على حياتك وعلاقاتك وبتوضع الروتين ورا ظهرك، الامر اللي بقربك من الشريك وبينعش العلاقة. برج الثور. بتلمس انفراجات عديدة على مختلف الأصعدة وبتطلعك أخبار جديدة وجيدة، بتمر بفترة واعدة بالحظ والتقدم. قلبك دقاته خفيفة، والسبب إنك عم بتفكر بالأمور وبتغوص بأعماقها. ما تخلي التفكير السلبي ضيع اللحظات الحلوة اللي من الممكن إنك تعيشها برفقة الشريك. برج الجوزاء. من الضروري إدخال التعديلات على نمط حياتك لتتماشى مع التقدم والتطور بمحيطك. حين الوقت لتتسلم زمام الأمور من جديد وتقود حياتك نحو بر الأمان. يعدك الفلك بأفراح واحتفالات، فالظروف خالية من التشنجات، الخلافات أو الجفا. فترة مناسبة لأخذ قرارات الزواج والارتباط. برج السرطان. بتلاقي نفسك اليوم لاعب مهم ورئيسي بمحيط عملك بغض النظر عن عمرك، جنسك أو حالتك الاجتماعية، وبتتسلط الأضواء والأنظار على قدراتك. بتصير شؤونك العاطفية والعائلية بشكل أفضل، توصلك خبرية سارة من الخارج، وبينسجم العازب مع مواليد برج العقرب، الميزان والحوت. برج الأسد. بيتحدث الفلك عن نظرة مختلفة للأمور، وكأنك يا عزيز الأسد غيرت طريقة تفكيرك حيث أصبحت أكثر رصانة، نضوج وتنوع. أما من الجهة العاطفية فبالك مرتاح، أكيد مرتاح، فاللي عنده شريك مثل شريكك بعد عنه الهم والنكد، بيضل على طول مرتاح. برج العذراء. انت صاحب هدف ومشروع وبتملك الجرأة لتغيير أوضاعك رأسا على عقب، تتميز بأفكارك الجديدة والمتنوعة وبتوصل لتحقيق مبتغاك لأنك تريزونيك. يوم مناسب لبحث الأمور الحساسة اللي شغلت لك بالك بالأيام السابقة، يعني غيمة وبتزول وبتعود شمس الحب لتشرق ببرجك من جديد. برج الميزان. تتمتع باندفاع وزخم، تملك القدرة على التفاوض وتقديم الأبحاث بنجاح. نصيحة الفلك لألك محاولة إيجاد الحلول من خلال الحوار. تنعم بالاستقرار والأمان، تطمئن خواطرك وبتعيش لحظات جميلة برفقة الشريك. انسجام تام مع مواليد برج الدلو، الجوزاء والحمل. برج العقرب. انت مرهق اليوم بسبب ضغوطات الفترة السابقة، ولكن حان الوقت لتحصد ثمار أتعابك وتحقق اللي عم تسعى له. فترة كتير إيجابية. عاطفيا، ما تحرق خطوات ومراحل المفاجأة اللي عم بحضرها الحبيب. طول بالك وترك الشريك يشتغل بروية. برج القوس. تختم نهارك بسرور، فرح وشعور بالرضا. بتقوم بجولة تقييم على أحداث الأشهر الماضية وبتحاول التعلم من أخطاء الماضي. قلبك دقاته قوية وحيويتك زايدة هالأيام. خي، خلصنا من المشاعر السلبية ورجعت حمامة السلام تحلق فوق علاقتك. مبروك النقلة. برج الجدي. بانتظارك انفراجات عديدة وبيكون أبرزها على الصعيد المالي والمهني. تحصل على فرصة مناسبة لتطوير حياتك. تلعب الصدف دور مهم بحياتك العاطفية، وبيتعرف العازب على شخص من الممكن أنه يكمل حياته برفقته. برج الدلو. بسنتك على شفافك مزينة وجهك، وأكيد جاذب الأنظار والحظوظ إلك. تبرع وبتتألق بكل شي بتقوم فيه اليوم. قلبك عم بغرد مثل الحسون، والحب مخيم على حياتك وحاميك من كل شي سلبي. الله يديم الوفق ويهنيكن. برج الحوت. يوم مناسب لإيجاد الحلول للمسائل المالية العالقة، تتخلص من المشاكل اللي عم تمنعك من النوم، والحظ بيكون حليفك. عاطفيا، بيوعدك الفلك بمفاجأة سارة كرحلة أو لقاء عاطفي مميز، وبتنعم بالاستقرار والأمان وبتعيش لحظات جميلة ورومانسية. بالوصول لبرج الحوت منكون وصلنا لختام لقائنا سوا. على أمل لاقيكم بأقرب وقت. بترككم بألف خير. أوروسكوب على الشرق الأوسط 14:50 AM.